افتتح أعمال مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ميت آي سي تي ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا بايتكس المقام تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وافتتح بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد بالإنابة، وذلك في مركز المؤتمرات بفندق الخليج. وبهذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سعادة السيد محمد علي القائد على الأهمية المحورية التي يشكلها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين باعتباره أحد ركائز العملية التنموية التي تشهدها المملكة، وضمن العوامل المهيئة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحفزة على الاستمرار في استقطاب المزيد من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، منوها بأهمية تنظيم هذه الفعالية الرائدة بصورة سنوية بالتعاون والشراكة مع شركة وورك سمارت كأحد المبادرات الوطنية المساهمة في تعزيز مكانة المملكة وتأكيد دورها الريادي في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا التجمع التقني يمثل فرصة مواتية لإبراز ريادة مملكة البحرين في مجال التقنية، خاصة مع تواصل جهود التحول الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتقال نحو الحوسبة السحابية وغيرها. هذا وأشاد سفير الولايات المتحدة لدى البحرين السيد جاستن سبريل بالتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى أن هذا التقدم من شأنه أن ينعكس إيجابا على التعاون التجاري بين البحرين والولايات المتحدة. في هذا الأثناء أشار عبيدلي العبيدلي رئيس جمعية البحرين لشركات التقنية بتك أن المؤتمر يعقد في نسخته 9 هذا العام تحت شعار الإبداع والتكيف في التحول الرقمي بمشاركة أكثر من 30 من كبار المتحدثين حول العالم. هذا ويشارك في المعرض نحو 50 من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والإقليمية والدولية الباحثة عن منصة ملائمة لتوقيع الاتفاقيات والعقود والدخول في شراكات مثمرة. طبعا احنا سعداء بتنظيم هذه الفعالية من خلال بايتك للمرة 9، دليل طبعا على نجاح الفعالية المؤتمر والمعرض، الحضور الموجود، العارضين من خارج مملكة البحرين. مثل ما نعرف احنا يعني مجال تقنية المعلومات مهم جدا في خطط مملكة البحرين، خطة الحكومة وبرنامج عمل الحكومة يركز بشكل كبير على تسهيل الإجراءات، تقليل البيروقراطية، زيادة رفع الفعالية. بالطبع بدون تقنية المعلومات، بدون إعادة هندسة الإجراءات ما ممكن فعلها. ميت آي سي تي وبايتكس هي منصة إلكترونية، يعني الفعالية تشكل منصة يلتقي فيها رجال الأعمال الذين يعملون في قطاع تقنية المعلومات مع ممثلين دوليين لشركات دولية، وورش العمل تتيح الفرصة لكل من يشارك أو يحاضر يعني لكي يطلع على آخر تقنيات المعلومات وآخر مستجد في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات. طبعاً بايتكس أفضل إيفنت بالنسبة لنا، العرض الليتست تكنولوجي من سيسكو. اليوم إحنا مركزين موضوع على تقنية التواصل بين الأشخاص، عارضين كذا تقنية بالنسبة للموضوع هذا، بالذات إحنا دخلنا موضوع الذكاء الصناعي في التقنية تبعتنا على أساس تعمل التواصل بين الأشخاص يكون طبيعي أكثر وأكثر.